وضع لبنان مختلف كليا عن وضع غزة، لأن في كثافة سكانية بغزة وحماس موجودة كانت أينما ما كان بغزة وبالأنفاق وعاملين كل هذا. بلبنان حزب الله موجود عنده مربعات ومعروف وين مربعاته ووين عنده تقريبا الصواريخ وين مخزن الصواريخ. هلا إذا هون بيوقع المسؤولية على الجيش اللبناني. إذا الجيش اللبناني سمح لتنقلات حزب الله بمناطق من بيروت إلى الشمال على الحدود السورية تيمر يعني بجوني بجبال بتراب المترون بطرابلس لعكار للمناطق هذه، إذا الجيش سمح بتنقلات لحزب الله بهذه المناطق اللي هي خارج مناطق حزب الله، ساعتها أكيد الصورة والبنية التحتية راح تتدمر. وإذا الجيش منع حزب الله بمرور هذه المناطق إلا بمناطق تابعة فقط لإله من بعلبك إلى منطقة بالجنوب إلى بيروت، أنا بتصور المناطق التي ستقصف من قبل الإسرائيليين هي بس المناطق اللي بتواصل حزب الله ببعضه. وهنا المسؤولية كبيرة على الحكومة الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني. هلأ قائد الجيش كان هون بواشنطن منذ فترة قصيرة وبلغ هذا الحديث وهو بيعرف هذا الشيء. هلأ بيقولوا في خروقات ضمن الجيش اللبناني، ولكن في القيادة العسكرية موجودة، والقيادة العسكرية والجيش دائما بيبقى مدعوم من الشعب. كمان بلبنان اليوم 80% من الشعب اللبناني ضد حزب الله، يعني الدعم للجيش آتي من الشعب عم بيقول له ما تتدخل. وهون نحن بانتظار إذا كان في معركة كبيرة بين إسرائيل وحزب الله تنشوف وين مواصفات وين وقفة الجيش. بال2006 تبلغ الجيش أنه ما يتدخل، ولكن تدخل وسمح لقوافل لحزب الله تمرق صواريخ، وكانت بعد بيك الفترة بال2006 عم تجي من سوريا بشمال لبنان لتوصل لبيروت. بقى إسرائيل دمرت معظم السورة من شمال لبنان من عكار حتى بيروت، وكان في مركز عسكري للجيش اللبناني بضواحي بيروت صار يعطي إحداثيات إلى حزب الله. نبهوه الإسرائيلية عليه، ولكن تابع هذا المركز يعطي إحداثيات لحزب الله فقصف وقتل حوالي 30 جندي لبناني في ذلك الفترة. هلأ كل الطبقة السياسية في لبنان، الكتل النيابية، كلهم عم بنبهوا الجيش أنه ما يعمل هذه المرة مثل ما عمل بال2006، ولكن نحن بانتظار إذا جد شيء وين بده يكون مواقف الجيش.